العالم بسرعه كده خليني اقول لك انه اي حد فينا بيعتقد او بيشكو من ارتفاع الاسعار فهو عنده حق. لو عندك مشكله في الاسعار فانت انسان طبيعي، محدش ابدا يجرؤ يقول لك ايه يا عم انت ليه بتشتكي، لا اشتكي. طبيعي اننا نشتكي ونقلق ونتخض من ارتفاع الاسعار، لكن كمان طبيعي انه تتغير طريقه تعاملنا مع ده. المهم قوي نعرفه انه مش احنا بس اللي عندنا الازمه دي ولازم نغير طريقتنا، العالم كله بيغير طريقته. لكن في بعض الدول اللي كنا نعتقد ان هي الاقل تاثرا يعني بالازمات الاقتصاديه، لكن ارتفاع الاسعار وتحديدا في الطاقه، تكلفه الطاقه على العالم كله زادت جدا، وارتفاع في نسب الضرائب بشكل كبير في بعض الدول اللي برضو من المعروف انها كانت اقل قليلا في هذا الامر، من ضمنها كندا. انه في كندا في موجه من شكوى المواطنين الطبيعيين من ارتفاع الاسعار وتحديدا في مجال او في الطاقه وفي الضرائب. احنا مشرفنا على التليفون كمان نموذج مصري مشرف، الاستاذ شريف سبعاوي عضو البرلمان الكندي في مقاطعه اونتاريو. استاذ شريف اهلا بيك، والاول خليني هنئك على فوز جديد في عضويه البرلمان الكندي، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اهلا بيكي. احنا عايزين نسأل حضرتك عن ردود فعل الناس على ارتفاع الأسعار الشديد اللي العالم كله بيواجهه، لكن تحديدا في كندا ارتفاع أسعار الطاقة وردود فعل الناس، وكيف تتعامل الحكومة الكندية مع ارتفاع شديد ومفاجئ في أسعار الطاقة والضرائب؟ يس طبعا، في يعني كذا عامل ساعدوا في زيادة الأزمة، منها ان كندا كان عندها جدول للحد من التلوث، فعملوا ضريبه بتاعت المحروقات. جه معاد تطبيقها في نفس الوقت بعد كوفيد على طول، فدي ساعدت كمان على تفاقم الاحساس بارتفاع الاسعار البنزين وكده، لان هم فرضوا ضرائب جديده علشان يقللوا الانبعاث الحراري والكلام ده، عشان التارجت بتاع كندا يعني في تقليل الانبعاث الحراري من محروقات العربيات، يعني غير سبيسيفيكلي سبيكينج يعني بالظبط الكلام ده. طبعا بعد الكوفيد في تضخم عام، في تقلص في العدد عدد البيزنس، في بيزنس يعني ناس بيزنس كتير طلعت بسبب الكوفيد. فيعني هي مشكله مجموعه عوامل ادت لزياده الاحساس بارتفاع الاسعار، يعني خلانا رفعنا الحد الادنى للاجور. ايه الاجراءات؟ ما ده اللي كنت اسال حضرتك عليه، ايه الاجراءات اللي اتخذت كمان من قبل الحكومه عشان تخفف على الناس؟ رفعنا الحد الادنى للاجور دولار في الساعه، يعني بدل ما كان 14 بقى 15. اخذنا بعض الخطوات لتقليل البروفنس، يعني المقاطعه بتاعت اونتاريو قللت 10 سنت من الضرايب علشان تنزل سعر البنزين 10 سنت. بنحاول ندي تاكس، يعني غيرنا البراكت بتاعت التاكسز عشان نسمح للناس ان هم يوفروا شويه في الضرايب. استاذ شريف، هو ينفع حضرتك كمان تغششنا شويه تغيرات سلوكيه ممكن تبقى بتحصل عشان مواجهه ارتفاع الاسعار؟ هل ده ملحوظ او حصل ان تغيرات في السلوكيات اليوميه للناس، السلوك الاستهلاكي مثلا، هل ده حاصل؟ يعني هو طبعا يعني مبدئيا خلينا نتكلم على ان معظم الناس كان بيبقى عندهم بند كل سنوي كده، كل سنه الاجازه، يعني هنسافر فين السنه دي؟ هنصيف فين؟ فده لما طبعا ما بيبقاش في فلوس كفايه او مش قادرين يوفروا فلوس كفايه، ده بينعكس ان هم ما بيقدروش يطلعوا اجازات، ما بيقدروش يصرفوا على فكره ان انا لازم اطلع اجازه واصرف فلوس على السفر وكده. فده بيقلل الدخل بتاع السياحه في نفس الوقت، ان انا بالنسبه لي عندي فنادق عايزه تشتغل، عندي مطاعم عايزه تشتغل، عندي شركات طيران عايزه تشتغل، لما الناس دي ما تسافرش إن كل البيزنس دي هتعاني، يعني احنا دوائر مؤثره في بعضها، ده حقيقي. يا فاحنا طبعا عملنا حاجه هنا في اونتاريو، ادينا تاكس كريدت، يعني اللي هيصرف 1000 دولار او مثلا لحد 4000 دولار هنرجع له 25% من الفلوس دي في التاكس بتاعه، يعني لو سافر صرف 1000 دولار اخر السنه
هيدفع التاكس بتاعته ناقصه 250 دولار تناله. دي فكره عشان تشجع الناس انهم يسافروا يعني، عشان نساعد الناس انها تسافر. ده حلو يعني ده. احنا كده كان يديته 25% ديسكاونت على مصاريف الاجازه بتاعته. بشكرك، ودي فكرة كمان عظيمة. أنا بشكرك على المداخلة أستاذ شريف سبعاوي عضو البرلمان الكندي عن مقاطعة أونتاريو، وأستاذ شريف واحد من النماذج المصرية، مصري كندي نجح للمرة الأولى في انتخابات البرلمان الكندي ثم المرة الثانية، وبقى واحد من يعني صناع القرار، أو خليني أقول أقرب إلى المراقبين على أداء الحكومة الكندية. الفكرتين اللي قالهم عجبوني بصراحة. فكرة أنه ارتفعت الأسعار، طبعا ارتفعت الأسعار، لكن الإجراءات المصاحبة لارتفاعات الأسعار سريعة ونشيطة ومرنة وتنعكس بسرعة على الناس. عجبتني جدا فكرة أنه طيب هشجعك عشان تعمل كذا وتدعم الاقتصاد، تسافر مثلا فتدعم الاقتصاد، فمن الناحية التانية هخفض لك الضرائب بنسبة كذا، شجعك عشان تشتغل أكثر وعشان ما تشتكيش من الأسعار وخلاص فهرفع لك الحد الأدنى للأجور. طول الوقت في أفكار وحلول، والتعلم منها هو يعني فضيلة بكل الحالات.